التقارير اللي نحن وثقناها بناء على اللقاءات مع لاجئين رجعوا لسوريا وتعرضوا لعدد كبير من أنماط قاسية جدا وفظيعة من الانتهاكات، بتأكد أنه دمشق وريف دمشق أو غيرها من المناطق بشكل عام، حتى حمص، حتى يعني مختلف المناطق اللي عم يرجع إلى اللاجئ خاصة بمناطق سيطرة النظام، هي عم تكون مناطق غير آمنة، عم يتعرض لأنماط متعددة من الانتهاكات، من اعتقال تعسفي واللي هو أقرب لخطف لأنه ما في مذكرة قضائية ولا بيتم تعريفه بالتهم اللي ارتكبها أو بيتم يأخذه من قبل عناصر مدنيين على حواجز أو اقتحام يعني بالقوة، ما بيعرف بجوز هدول ما يكونوا متابعين أصلاً للنظام السوري، بيتعرض لاختفاء قسري بعدها، أغلب المعتقلين بيختفوا ما بنعرف عنهم شيء، بيتعرض لتعذيب، بيتعرض لاحتمال كبير انه هو يخضع لتجنيد اجباري بعدها في سبيل اطلاق سراحه، بيتم يعني تخييره بهذا الاطار، بيتعرض ايضا لعمليه نهب للممتلكات، ايضا عم يتعرضوا اللاجئين لابتزاز مادي انه هدول معهم مصاري بسبيل اطلاق سراحهم او عدم ملاحقتهم او السماح لهم انه يطلعوا مره ثانيه، حتى تقرير منظمه العفو الدوليه الاخير الشبكه السوريه لحقوق الانسان كانت مشاركه فيه، وتم الاستشهاد 7 مرات ببيانات الشبكة، وأيضا تقرير لجنة التحقيق الأممية اللي صدر الشهر الماضي أيضا قال إنه سوريا هي غير آمنة، يعني في تقارير من قبلنا ومن قبل التقرير الأممي، وأيضا نحن ساهمنا بالتزويد ببيانات للتقرير الأممي وأيضا لمنظمة العفو الدولية، وقبل يومين صدر قرار من مجلس حقوق الإنسان كمان قال إنه سوريا غير آمنة، يعني هي جهات متعددة.